مبروك. تعشق الجلد ما بعرف ليش. شو هالهاي فايف اللي ما طالع صوت؟ اي يلا امشي. يا جماعة كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. في حدا فيق من الصبح يا جماعة بيفكر ينزل على السوق يشتري بلوزة؟ هلا نحن فايقين من الصبح مشان شو؟ مشان شايب تنزل على السوق تشتري بلوزة. الساعة 8 بتصحيني؟ شو عمري؟ انت كنت عم دوري على مصاصتك. شوفي كمان شوي رح تدخلي بالطابلون. ادخل بالليل. المهم الساعة 8 الصبح جاي لعندي، انا جاي على بالي اروح اشتري بلوزة هودي. يس. ولازم تنزل معي. ودخلنا نقاشات. شوفي شو لابسة انت، ازرق. انا لابس مو الوان فاتحة، هاد مو لون فاتحة. اوكي وصلنا واخيرا على هون. ما بعرف ليش حسيت الطريق طويل علينا اليوم مع انه نفس الوقت. هلا شو عندنا؟ مغامرة نلاقي طلبة لشهر. وحياة الله وحياة الله. انت وين جبتنا؟ على هذا القريب؟ شو القريب؟ انا ما كنت برك زمعك. شو القريب حبيبي؟ هذا القريب علينا على البيت ولا اللي؟ القريب على بيتنا. لا بدي انا الثاني. لا ليش؟ مو الثاني. ليه؟ هذاك بحسه احسن. شو هذاك؟ هذاك بدوخني اكثر مره تلاقي. هلا بنخلص من هون، زمان لقيتي بنروح لهنيك كمان. فلا في فرق يعني كثير زي طلعنا من هون. هلا اذا طلعنا من هون في فرق تقريبا من 40 دقيقة. شو؟ مستحيل. كنت تقلي تسألني أي مول بدك تروحي؟ الله أنت ما قلتي لي. أنت دائما إذا بدك تروحي مكان بتقولي لي وين رايحة بالضبط، هالمرة ما حكيتي، معناتها شو؟ معناتها هذا المول. أوكي روحي وقت. خلص الشهد غير قهوة. شيكت على شو اسمه على الخرائط. طلع بعيد كثير، بعيد 23 دقيقة، إذا بنروح من هون 23 دقيقة ثانية كمان. فقضينا المشوار كله شو طرقات، وبالاخير رح ترجع على بيت مشاهد يا شيخ. فخلص عندك لله وان شاء الله بتلاقي طلبتكم. هي دعيت لك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، مشان انا كمان ما اتوقع. خلص ما انا دعيت لك بجد رح تلاقي طلبتك. شو هالزرق كله معروف؟ مستر على صايرين انا وشاهد بندس الوان عكس بعض. اذا هي طوبة ازرق انا بروح البس اوراق. ايش اللي زي ما بتطلع مثل الوان قوس قزح. اذا هي بتلبس لون، هذيك مره شو كنت لابسه؟ انا كنت لابس اورانج. وانت شو كنت لابسه؟ موف اخضر. اورانج اخضر. ميرا لابسه موف كمان. انا عائله مشاز جد. شو بضحك. رجعنا نفس المشكله بروبلم. تركت الهودي جاي مشانه وجاي شو تلاقي بيجامات لادم وميرا. هي الام تنسحانة بتفكر بأولادها. لقيتي شيء؟ خلص عيد ميلاده. ليش ما اجينا هون بعيد ميلاده؟ شوفي هون كله فساتين حبيبنا عندهم بيجامات. هذول كبار. هاي حلوة. هاي بيجامة؟ ايه بس كأنه كبيرة لمير. والله هاي كبيرة. اوكي كبيرة. مكتوبة هنا. من سنتين لثلاثة. لا هي يا سب. بس كبير شكله. هو هيك موديله حبيبه. شفتي شيرته. هو هيك موديله. شوفي. هذا اوكي. بس هذا. هو هيك. الله قالت شهد انه هذا كبير على لميرة. مسكت واحد تاني هذا اوكي. وشو بالاخير طلعوا نفس القياس. من سنتين لثلاثة ومن سنتين لثلاثة. يعني شاهد شو على العين بتعرف القياسات، بتطلع وبتعرف القياسات. حلوين هدول حبيبي. عندك هذا حلو وعندك هذا حلو وفي هذا اللون كمان حلو. في لون الموف. طب اذا الكاشف وطلع كبير انا بلبسه. اذا ما لبسته بعمل لك مشكلة، معناته خليني اخذ هذا. واحد هذا شو شورت؟ هذا شورت. هذا شورت. لا ما بيصير. لا ما بيصير شورت. كمان شورت هذا حبيبي. هذا كمان شورت. ايه هذا اسمع. لا هذا كبير عليها كبير. لازم ناخذ لادم كمان. يس. بحس اغراض ادم دائما هيك يعني ما في كثير اوبشنز مثل ميرا. ميرا عندها كثير اوبشنز، يعني ثلاث ارباع المحل بيكون شو غراض للبنات.
بظن هذا هو قسم الولاد. بحس الولد حقه ضايع. على فكرة نحن الشباب كلياتنا هيك. نيت باسكت مدام؟ يس. شوف حتى هون للبنات الصغار. في هون شوفي. شوف شوف. لا. شورت. أي للبنات صح؟ للبنات إيه. هذول مصيفين هون ولا شو؟ صيف حبيبي. يعني شورت ونص كم و... شوفي هون، شوفوا كل البنات. هي تحت للصبيان. بس هي خلاص ناخذ له وخلاص. شوف شو شفنا هون. أشياء بتخص رمضان. تذكروا هذا؟ هذا بطلع على الام بي سي. كيوت. هذا كمان بيطلع. هذا. حتى هذا. وهذا وهذا. حتى هذا. العيلة كلها هون. حتى هدول بيطلعوا رمضان، بتعرف؟ حلوين كثير، هدول وين بحطوا؟ في زينة شوف. نجيب من هلا ولا كثير؟ لا لسه بكير حبيبي، استنى شوي. إذا بدك في هون. شوف الزينة. هاي للمصحف. واو. حلوة صح؟ حلو كثير. في عندك هيك هلال تعلقون على الحيط، تمام؟ في هدول النشرات. إيه. وشو شو شو هيك؟ بيطلع شكلها. ذكر كان عندنا وحدة مثلها بإسبانيا. ما بعرف اوكي هلا من اجل هذا الموضوع يلا هلا لازم ندور على الهودي. احنا وين سكشن؟ حسيتي حالك انه انت بمكان تبع الرجال؟ يس. شو رايك؟ لك ما حلو حبيبي. ما حلو والله. بعدين بين الرجاله حسن صبي حطينا نروح على مكان ثاني. يلا تعالي. بس ما اظن رح تلاقي. بس تعرف شو؟ احلى شيء انه تيجي على المول الظهر. ما في حدا. انه تكون ما في زحمه. مو بس واحد بيدور على راحته. يعني انه حاطين سايزات هيك بالتدريج كل شيء بمكانه، مو كل شيء ملخبط ودوخ وهي، يعني بيكونوا مرتبين كل شيء من امبارحه بالليل. من امبارحه ونحن بنجي هيك. وما في زحمه، واحد بياخذ راحته بتسوق على كيفه وبيطلع وبدخل. اذا بدكم تروحوا مول عندكم ان شاء الله هيك مشان تكونوا على رواق الظهر. روحوا الظهر ساعه 1 12 2 للاربعه، بعد الاربعه بصير زحمه. بعد الاربعه اشياء الاميره. انت بدك هودي مو قميص. الله هي جاي لهون. اوكي جاي مشان شيء اشياء. بتروح تاخذ شيء ثاني وثاني نهار نبلش من جديد. لازمني هودي. بعمل سكان انا المكان. هذا المكان فيه اشياء يعني. واخيرا فرجت 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 فرجت. لا طالع له عذر، مناسب جدا وحلو. لا كثير رسمات. بمحي لك اياهم. لا حبيبي ممكن ما تلاقيها. ممكن ما تلاقي والله. ما بنمحو؟ ها كمان هي رسماتها اكثر من هذيك. هي بستعفيها اكثر من هذيك. ما في شيء هيك. بدك شيء ساده 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 سيمبل. بس لونها عادي. جاي مشان ابيض حبيبي. هلا اذا انت لازمك شيء ثاني غير لون اوكي. لو في منها ابيض اوكي بصير. شو؟ لا. هلا هذا كتير مناسب بس السحاب مش ظابط. هي الفكرة شو؟ شهد عنده بنطلون أخضر. شو راح تعمل؟ راح تطبق هذا الهودي يكون طويل عليه على البنطلون الأخضر. فهذا كتير مناسب حتى فيه أشياء أخضر. في هون كمان إيه؟ لا. هاي عندك مثلها يمكن؟ لا. هاي بتصير. اسمعي هاي بتصير. طلعي كول. اخضر شو هالالوان كلها مع اخضر ونوم. هاي هاي في اخضر طلعي كول. شو قرري. طيب دوري كمان ممكن تلاقي. حظك شهد هلا عم بتقيس. اخذت شيء ما خصه بالشيء اللي جاي مشانه. شلون؟ بدي اصغر صح؟ هذا ما اصغر.
انت شو شايفه اصبر هذاك حسيته كثير هذا اوكي هذا اوكي والبنطلون هذا البنطلون هذا الياس ولا اكبر لا خلص هذا الياس البنطلون هذا خلص واخيرا لقيت الهودي يعني كانت من شوي عم تقيس اشياء ما خصها بالشي جاي مشانه الهودي هذا اوكي ما تقولي لي فيه عليه كلمات كثيره واحرف وجريده وما بعرف شو خلص امرنا حلو لا يعني. مو رضي انا كمان وامرك لله كمان حلو ولا شو لا حلو الاوتفيت كثير حلو مبروك بتعشق الجلد ما بعرف ليش بحبه هيك بحسه مدين شو تعي تعي شو بالاخير ما بعرف اخذه الزلمه معقول اذا ما تاخذيه هذا اخيرا شهد خلص اشتغلت انا كنت متوقع ان طول اكثر منك لا بس اليوم كان شهد كثير سريع شو وين داخله مو خلص اشتريتي لا ما ما طولنا على فكرة أنا كنت متوقع نطول أكثر من كثير. ممكن نطوله أدخل على هذا المحل الثاني مثلا وتلاقي الشيء اللي بدك إياه بالضبط مع أخضر أدخل؟ هاي ندخل أنت شكلك أنت بدك تدخل عليه بس لا ما أنا أنا مشانك والله مشانك طالع لك المشكلة قصيرة هلا بتاخذي إياس أكبر هذا إياس أختي إكس سمول طلع عليك اكس لارج اكس لارج هيك لو سمول شو بيصير بكش حلو بس لا لونه كتير واقع هون ممكن تلاقي ليش مصمم خليلي انا اوف وايت اوف وايت بزبط على لون البنطلون 100% يا جماعه اخر شيء شو طلعت من محل ما غير اي شيء شايفين شهد تحكي هيك على الفاضي يعني اوكي انا سعيد دخلت هسه لازم تجيب جابانيز تشيز كيك بس هذا ما بيعني انه ممكن اخذه بس هي كل شيء بتقيسه وبتعوضه هاي ميرا بتعشقها طيب ليش ما بتجربي لها الشوكولا؟ ليه؟ خدي لها تنتين حبيبي هاي اليوم راح تخلصها خدي لها واحدة ثانية أنا اشتهيت أنا اشتهيت عليها أوريدي عم تاكل كثير سكر حبيبي أوريدي بس لا امبارحة شو ميرا فزعت بالأكل أكلت معكرونة هيك صحن كامل ما شاء الله بقلل العطيه اوكي جينا ماكدونالدز حتى ناكل شيء لاني طلعنا من البيت وما فطرنا شيء هو من هون احسن اوكي شو بدك انت كلام انت اختاري تبعاتك انا بختار تبعاتي اختار ماك تشيكن سبايسي ميل ايام ميديوم خدي بطاطا معك احط بطاطا وين موجوده يلا بسرعه عشان اختار انا كمان حبيبي نحن طبعا هذول اشياء زياده ما بتخصك خليني مجان شوي اكثر من هيك اختار كذا واحد شو كذا واحد حبيبي يعني انه عمل لك اثنين مثلا بدك صح؟ سيف بصير هون لا بيصير منيو وين؟ رجعي من اول معناتها اد شو صار؟ اوكي لا. فوق هلا بختار لك هيك البرجر لحالك بقى وحدة بس شوفوا شو بشيل منها يا جماعة البصل لا هذا ما بحبه خلل مخلل بس وحدة؟ بس وحدة كم وحدة اخترتي؟ شو بعد هي بتضل بالطعمين وبتشتري لي بعدين بتقلي سمين كرشك ما بعرف شو شو هالمنظر بدي بطاطا لميره ناخذ لها معي صح ناخذ لها من عند بيتنا والله هي لما نص على الله بتبرد ما بقدر بتصير انا هيك رايي خلاص بس هيك خلاص بس هدول اللي انت بدك شكل شيء ثاني انا بصراحه بدي شيء هيك صوص خدي كاتشب زياده مزبوط
فيك تاخذ كاتشبي انا ما راح اكله. شوفوا مع انه انا ما بفكر بالاكل ابدا، مع ذلك سبحان الله سمين وعندي كرش. مو سمين ما انت هيك بتقولي لي انا مو سمين بس هيك عجعودي شوي مطبلك مالي مثل اولي والمفروض لازم اتمرن. الله يرحم ايام التمرين وهالقصص. هيك بصير في الواحد لما يتجوز. ايه شو يعني انت اخذتيني لحم رميتيني عظم. لا اخذتك عظم رميتك لحم. انت بحالتك هيك صحيح. اخذتيني بعضلات بس فعلا كنت عظم بعدين صرت لحم. مظبوط كلامك. اخذتيني عضلات رميتيني شحوم. عضلات والله العظيم. الله يرحم. انت كل يوم اروح النادي حركات وقصص. من وقت ما تجوزنا راح النادي راح كل شيء. ونسع صار عندنا 2 بيبي. لاني بصراحة النادي بده شغل يعني مو بس واحد يتمرن كيف ما كان. انا لما بتمرن نظامي. هلا شاهد عم تحاول شو تقنعني ارجع على النادي مشان هي ترجع معي. بس انا مستحيل اذا رجعت على النادي ارجع معك. مستحيل انت تروحي معي اصلا. لاني بالسويد لما كنا مخطوبين تروح تتمرن معي كانت تلهيني مو تتمرن. كانت تيجي تلعب. انه مفكر الموضوع انه لعبة. الله كنت ايام اول مرة بتدخلي نوادي يعني مثلا. اول مره بتدخلي نادي ايامها لما والله مشان هيك فرحانه على الاجهزة. هي مفكره شو انه هون مدينه العاب انه اجهزه حلوه يلا بنط عليهم تعال خليني اجرب هي وشو تمريني كله يروح على الفاضي. الموضوع عندي ضحكه. نروح نقضي ساعه بس من العشاء. انت ليش بدي معك على شو اسمه على النادي مشان تراقبيني؟ لا لك مشان اكون معك. والله نيالي بس خربتي كل تمريني ايامها. هالمرة خلاص كل واحد بروح لحاله. اوكي تذكر كنا مو متزوجين. كنا مخطوبين. مخطوبين فكنت هيك بحب اقضي وقت معك عشان هيك انه تحججت انه بدي اتمرن بس انا ما بدي يعني. اوكي واخيرا رح نرجع على البيت ولي اول مرة شو ما بحس بالمشوار. كان مشوار سلس كبير. واكلنا حبينا بطننا كمان. امورنا كلها بالسليم والتمام والكمان صح؟ بتعرفي لما واحد بروح بكير واحد كل اموره بكون بالسليم. يعني نحن جايين المساء شو كان صار؟ صح استعجلنا ويلا لا عدا هيك من الزحمة وكتر العالم شو هذا اللي بيأخر الواحد. مشان هيك خلاص من هون ورايح اشي انا امتى مجيب الظهر تمام. هاي فايف شو هالهاي فايف اللي ما طالع صوت ما انت عم تتعوقي حالك. يلا ها 1 2 3 اه آي يلا امشي